السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين بفيديو جديد ويا رب يعجبكم. انا النهارده ان شاء الله بقى هحط لكم حاجة كده للفراخ. انا برضه والله العظيم اول مرة، يعني مش اول مرة، يعني اول مرة في الدورة دي اللي انا احط لهم الحاجة دي. تعالي بقى يلا نشوف الفراخ ونشوف هنحط لهم ايه. ماشي، الصورة عاملة شوية عشان اتمنى الدنيا ضلمت واحنا بالليل. انا لسه مروقه لهم من شويه اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. الفراخ اهي بالساسو، وده الابيض. حابه اقول لكم يا جماعه، الناس مفكره ان الفراخ في الساسو دي بلدي. دي فراخ ساسو مش بلدي، دي فراخ ساسو زيها زي الابيض، بس بتبقى ليها شبه من البلد شويه، بس بتبقى عامله زي بتبقى عامله زي الابيض في التربيه. بصوا بقى انا جايبه لهم ايه، اكل بيتي. انا في ناس سالتني على الموضوع ده كتير قوي، وناس كتير قالت لي انا عايزه احط لهم اكل بيتي، ينفع احط لهم اكل بيتي ولا لا؟ انا طالعه اقول لك اهوت، انا بحط اكل بيتي. انا بقالي يجي اسبوع اهوت بحط اكل بيتي، او اسبوع وشويه. عندي حبه رز بدخل لهم، بحط لهم حبه الرز. عندي مثلا لو بليت عيش خفيف كده اهوت خالص، ورحت حط عليه العلف اديهولهم. عندي حبه مكرونه فايدين. بصوا بقى بجد بجد والله بياكلوه، وتلاقي اللحمه فيها تغيير في الطعم كده، بتبقى حلوه. بصوا مخرطه لهم بصل اخضر، النهارده كنا بناكل رنجه فخرطنا لهم البصل الاخضر اهو، وحبه مكرونه فايدين اهمت. بص اي حاجه بقى بتفيد عندي بدخلهم هما والبلد. البلد اهو ده البلدي، وناس طالبه مني اللي هي تشوف البلدي وتشوف وشها بيحمر ازاي. هي ما شاء الله الله اكبر بدا وشها يحمر، حوالين عينيها يحمر. هعمل لكم فيديو برده هوريها لكم للناس اللي حابه تعرف. وهنا اهوت الفراخ زي ما قلنا بقى. بص بحط لهم بحط لهم خضره كده، وساعات بحط لهم حبه خس، وبحط لهم اكل وكده. بس هقول لك بقى على حاجه، ما تكتريش، يعني مش اللي احنا نقول حطي اكل بيتك ما شاء الله تفضلي تدلوي في اكل البيت. لا، هي مره واحده في اليوم كده، مرتين ثلاثه في الاسبوع، ماشي؟ مش كل شويه اكل، يعني مش هنحط بقى علف ونخليها اكل بيتي. لا فاهميني كده، يعني شويه مثلا ماشي في وسط النهار كده، نروح حاطه لهم حبه رز، حبه مكرونه في وسط النهار. عندنا مثلا حبه خس كده، ورق خس كده، نروح مقطعين ندهولهم. بس ما تكتريش من الخضره عشان مش عايزين لهم اسهال، عشان الفراخ البيضه ديت وسوسه ما بيصدقوا، ما بيصدقوا يجي لهم اسهال، ما بيصدقوا اللي هم يجي لهم اسهال، يروحوا على طول تعبانين. لكن احنا مش عايزين نكتر لهم الحاجه الخضراء. انا من اسبوع مثلا حطيت لهم من اسبوع حطيت لهم البتاع ده الخس، وبس كنت بحط لهم رز ومكرونه وكده. لو لسه حاطه لهم اهوت بصل، البصل حلو يعني بيدي مناعه جميله للفراخ اهو، بيديهم مناعه حلوه قوي وحلوين من البصل. بس مش كل يوم، مش كل شويه، ماشي؟ مش زي الفراخ البلدي. الفراخ البلدي ممكن تحطي لهاش علف خالص، وتحطي لها على طول خضروات واكل ميتي وحاجات من دي، مش زي الفراخ البيضه. الفراخ البيضه لا، ما ينفعش، ماشي؟ ما ينفعش اللي احنا نحطي ما ينفعش اللي احنا نحطي اكل على طول بيت كده للفراخ البيضه والسيس، والحاجات الخضراء ما نكترش فيها كتير. وكان حد سالني بقى الفراخ عمرها قد ايه. انا بقول لكم في كل فيديو، والناس برضو بتسالني الفراخ عمرها قد ايه. الفراخ البيضه انا جايباها يوم 19/3، ماشي؟ يعني يوم 19 اللي فات دوت 4 تموا شهر الفراخ البيضه. والفراخ الساسو جايباها يوم 12/3، يعني يوم 12/4 كانوا متمين شهر، ماشي؟ الفراخ الساسو يا جماعه بتتذبح على الشهرين، والفراخ البيضه بتتذبح على الشهر 35 يوم، ممكن 40 يوم. دولت هيقعدوا معايا 40 يوم عشان انتوا عارفين حجمهم صغير شويه، فيقعدوا معايا بقى لحد ما ايه، اشوف هذبحهم امتى، على قبل رمضان كده ان شاء الله. بس هما ما شاء الله اكبر بداوا يكبروا اهو،
بدأوا يكبروا هم وبدأوا يبقوا حلوين اهو، ما شاء الله ملزلزين وحلوين اهو. اهو بصوا بدأوا يكبروا، اهتميت بيهم بقى عشان رمضان. اهتميت بيهم اهو، بصوا تعالي خدي. ما شاء الله الله اكبر عليهم، بقوا حلوين الفراخ البدايه اهو. بص بقى بيحبوا الاكل البيت ازاي والخضار، بيحبوا الاكل البيت والخضار بيتخانقوا عليه. بصوا ما شاء الله اكبر الفراخ السيسه اهي. خلاص يا عم مش هكلمك، انا بخاف منك اصلا. اهي ما شاء الله الفراخ السيسه. انا عارفه اللي انت هتقولوا لي المكان ما شاء الله ضيق عليهم، بس انا والله العظيم هم يعني مش متضايقين من حاجه زي كده، مش متضايقين ولا بينهقوا ولا مخنوقين ولا تعبوا من حاجه زي كده، هما عادي وعايشين مع بعض ما شاء الله اكبر زي الفل، مفيش اي مشكله. اوعى يا عم تقعد، عايشين مع بعض زي الفل. المكان يعني مش ضيق قوي يعني، حلو مظبوط اهو، وربنا بقى يبارك لنا فيهم ان شاء الله نقضي بيهم رمضان. والله يعني على قد التعب اللي انا بتعبهم فيه، الناس مفكره ان انا بربي كده عادي وبناكل عادي ومفيش مشكله عادي. لا والله العظيم ده انا بيطلع عيني، بيطلع عيني معاهم في ترويقهم واكلهم، وبنشتري لهم علف برضه، مش ما بشتريش يعني. انا من دلوقتي بقى بدات ان انا اشتري كل يوم ب 20 جنيه علف، عشان كانت في ناس سالتني على الميزانيه قبل كده بتاعت الفراخ. انا اول وهم كانوا كتاكيت، وهم كتاكيت انا ممكن احط لهم مثلا ايه يعني كل يوم مثلا او كل يومين ثلاثة ب10 جنيه يعني، عشان بقى معايا الساس والابيض بيحط لهم مثلا ايه ابو 10 جنيه، ده بيقعد معايا فتره طويله صراحه ماشي. وبعد كده بقى هم صغيرين وسط كده اهوت، بحط لهم كل يومين كده بايه ب10 جنيه، لما يكبروا بقى كده بحط لهم كل يوم ب20 جنيه علف. يعني بياكلوا ما شاء الله، مش بياكلوش وبيصرفوا برده، وبيصرفوش ما بيصرفوش، بس حاجه نظيفه واقل كتير قوي قوي من نشتري من بره. يعني كيلو بره بكام يا ربي؟ مش عارفه، ب32 جنيه كيلو الفراخ البيضة، 32 جنيه اساسه جايب ال 40 جنيه ماشي. والبلدي اللي هو بلدي برده جاي معدي برده حاجه و40، بس مش بلدي طبعا زي اللي احنا بنربيه في البيت زي ده، يبقى بلدي مزارع. حلاوه البلدي اللي في البيت ايه؟ اللي احنا بنحط له اكل بيتي، بتحط له بقى خضروات برسيم، بتحط له عيش مبلول، علف بياضه. انا بدات ان انا احط لهم علف بياضه عشان يبيضوا ما شاء الله الله اكبر عليهم. انا حاسه ان هم قربوا يبيضوا شويه كده، اخش الاقي بيضه ان شاء الله. فلقيت وشهم ما شاء الله اكبر محمر كده وحلوين، يعني كلها على رمضان ان شاء الله باذن الله ويدوني بيض كده باذن الله. انا ما جبتش الفراخ السادة ده من زمان، يعني انا كنت مربيها من قيمه 3 4 سنين كده، كنت مربيه السيسو، كنت بس ايه كل اتجاهي على الابيض بس. انا بعد كده هربي السيسو ده ما شاء الله الله اكبر على السيسو، على لحمته يا خرابي على الجمال، لحمته الله اكبر عليها، جميله جميله جميله، احلى من الابيض بكتير بكتير بكتير. يعني اللي حابه تجيب ابيض احسن لك هاتي سيسو، انا بعد كده ان شاء الله هجيب سيسو. السيسو طعمه خطير بجد ما شاء الله الله اكبر، مليان وطعمه زي البلدي واحلى كمان، والله طعمه حلو قوي. ما شاء الله اكبر، بيكبروا برده بسرعه مش ما بيكبروش، وانا ما شاء الله اكبر ما اديتلهمش عليك، ما اديتلهمش عليك غير ايه مره واحده، حطيت لهم مره وخلاص. اهي ما شاء الله حلوه اهي، داخله على 2 كيلو اهي، اهي ولسه ما جابتش الشهرين وما شاء الله اكبر داخلين على 2 كيلو. بصوا والله وزنها ما شاء الله حلو، لسه ما جابتش ال، بس انا نادره نادري بقى، اصل انا كنت ما بخليش فراخ عندي في العز، اول ما الفراخ ما بتكبر كده اروح ماسكاها واروح منزلها ذبحه بقى واكلين وايه وكده. بس انا حالفه بقى الفراخ دي مهبح منهم تاني خالص، هم كفايه تلاته انا ذبحتهم، لان دوت هخليهم بقى ان شاء الله شهر رمضان، فقلت ان انا مشبح منهم بقى خالص، هربيهم كده واكبرهم لحد الشهرين. انا ما بستحملش الفراخ كتير بالذات البيضه ما بستحملهاش، بس انا
هستحمل دول بقى عشان الريحه يعني، بس مش عشان الريحه، بروق لهم كل يوم وبرده ما فيش فايده، بس برده على قد ما بقدر ما بخلي ما فيش ريحه لمده بس الشهر ده ان شاء الله، على اخر الشهر كده ولا حاجه او نص يعني، على اخر الشهر كده بعد الشهر بخمس ايام هروح ان شاء الله ذبحي. بصوا الفرخه داخله ما شاء الله اكبر على 2 كيلو، عالي عالي. الفراخ البيضة ما شاء الله اكبر كبرت معايا، هي بقت حلوة اهي. بصوا بقى ما شاء الله اكبر عليهم، في بس اللي هو الصفروت ده شبه ياسين ابني ده، ما بيكبرش ما يبانش عليه اهو. بصوا ما شاء الله الفراخ بقت حلوة يعني ما شاء الله اكبر، ديت وزنها حلو داخلة على 2 كيلو برضو اهي، حلوة ما شاء الله اهو. وفي حد يا جماعة قال لي انا بجيب الكتاكيت على طول بتموت مني، بس وبتقولي بهتم بيهم والاكل والشرب والنظافه وكل حاجه، غيري المعمل كده يبقى العيب في المعمل او الراجل انت بتجيبي منه ماشي. يعني في ناس معلش بتستخسر في الكتكوت وتجيب، بدل ما تجيبه ب10 بتجيبه من ابو 8 من ابو 7 ماشي. ما ليه بقى، ما هما مرخصينه ليه كده؟ علشان بيبقى درجات، فانت يا تجيبي بقى من حد حلو، ما تجيبيش من اللي انت جبتي منه تاني. طالما انت بتجيبيهم كل مره بتقولي ما بعرفش اربي وكل مره بجيبهم بيموتوا، يبقى ايه بعيد عن السامعين يعني بعيد عن فراخي. يبقى انت ايه، ده غيري المعمل، غيري المعمل اللي انت بتجيبي منه، المعمل اللي انت بتجيبي منه كده بيجيب درجات تانية مش بيجيب درجات اولى ماشي. هاتي من اي معمل تاني. لو انت قريبه مني في شبرا، في شبرا الخيمه، هقول لك على مكان الراجل بجيب منه، حلو قوي ما شاء الله اكبر عليه، حلو حاجته حلوه، طيوره كلها زكاه بطي بقى زكاه رومي زكاه اي حاجه اهو. ده انا حتى قلت له هصور المكان والله بتاعك وكده، قال لي لا ما بحبش الحاجات دي، ما بيحبش يعني حاجاته اللي هي تتنزل او تتحزت كده، فخايف يعني. فرحت قلت له خلاص براحتك بقى، بس هو حاجاته ما شاء الله اكبر عليها حلو اهو. وانا عارفه قبل ما حد يخش يتكلم، عارفه المكان ضيق عليهم ما شاء الله اكبر عليهم، عارفه المكان ضيق. انا ان شاء الله هعمل لكم العيون ديت وهجيب لكم بقى حاجات كتير، وهجيب لكم ساسو، والناس اللي سالتني اللي انت هتبيعي ان شاء الله هبيع، بس لما اوسع بقى المشروع كده واكبره شويه على بعد العيد ان شاء الله، هروح جايبه ان شاء الله بقى كتاكيت ساسو، جايبه كتاكيت بيضه، واللي قريب مني بقى ياخد عيدي، بدل ما ابيع يعني اللي بتاع الفراخ اللي قريب مني ياخد عيدي اهو. وانا بقيت اكلهم اكل بيتي، اللي عايز ياكلهم اكل بيتي الفراخ الساسو على البلد وخايف، لا اكليهم بس مش كل يوم يعني، مش ايه مش كل يوم يعني، مش في اليوم كله تاكلي اكل بيت، لا دخلي لهم العلف برده بس في نص اليوم كده، دخلهم ايه اكل بيتي كده حبه خضره، والخضره مش كل يوم يعني مرتين في الاسبوع بكتير قوي، مرتين في الاسبوع. والاكل بقى دوت البيتي ده، الرز حبه مكرونه حبه اي حاجه حط لهم ماشي. انا لسه كنت حاطه لهم امبارح حبه رز برده ما شاء الله اكبر، ناسه في الطبق بتاع الرز، هم عشان واكلين عشان لسه حاطه لهم ربوقه لهم وحاطه لهم اكل دلوقتي مش عايزين اللي هم ياكلوا، لكن لو جعانين كانوا خلصوا الطبق ده فاهمني. واللي عايز اي حاجه بقى ان شاء الله يقول لي عليها، وانا ان شاء الله احاول ارد عليه. ومعلش والله لو سقطت بتفوت على تعليقات مني ما باخدش بالي منها والله يعني، التليفون بيضيعها، وبخش برده اشوف على قد ما اقدر. واكتبوا لي بقى لو كانت الفراخ عجبكم ولا لا، انا قلت لكم اهو التاريخ، جايبه الفراخ البيضه يوم 19/3 والفراخ الساسو يوم 12/3 ماشي. الفراخ البيضة بقالها شهر بقالها شهر وبتاع كام يوم كده ماشي، والفراخ الساسو بقالها شهر او بتاع كام يوم برضو، يوم 12 يعني يوم 12 اللي فات تمت شهر اهو ماشي. ويلا يا حبيب قلبي عشان طولت عليكم قوي، والسلام عليكم بقى ورحمة الله وبركاته.